الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي. دي أول صفة يجب أن تكون لذلك الإله، أول صفة يجب أن تكون، لأن القدرة بعد الحياة والعلم بعد الحياة، تبقى كل صفة لازم تيجي بعدها ولا لا؟ لو كان عدم تيجي الصفات إزاي على العدم؟ الله لا إله إلا هو الإيه؟ الحي. إيه الحي؟ دي كلمة حي دي لما نسمعها نقولك ما هو الحي؟ الحي ما يكون على صفة، الفلاسفة قعدوا احتاروا في تفسيرها، ما يكون على صفة يستحيل معها أن لا يكون قادرا مدركا. مدام هو على صفة مستحيل أن لا يكون مع هذه الصفة قادر ولا مدرك. طيب أدي تعريف برضو فيه فلسفة كده ملفوفة كده. أم قال لك إيه؟ طيب واحد تاني يقول لك إيه؟ الحي هو الذي يكون على صفة تجعله مدركا إن وجد ما يدرك، تجعله مدركا إن وجد ما يدرك، يبقى لازم مدرك. كأنه يعني بذلك الحياة فيما يعلمه من حياة نحن وما دوننا، كأنه هو ما فيش فيه يعني. نقول له لا، إن أردت الحياة بالمعنى الواسع بقى الدقيق اللي ما يخرش المية، تقول الحياة أن يكون الشيء على الصفة التي تبقي صلاحيته لمهمته. هذا هو التعريف، يجب أن يكون التعريف كده. الحياة هي إيه؟ يكون الحي هو الذي يكون على صفة تبقي له صلاحيته لمهمته، صلاحيته لمهمته. النبات ما دام تلاقيه بينمو كده ومورور ورور يبقى في حياة، خلاص بتبقي له صلاحية في إيه؟ لو انقطع خلاص ما عادش زي الإنسان لما يموت. يبقى في حياة ولا لا؟ بهذا المعنى يبقى في حياة ولا لا؟ العناصر الجامدة دي لما بتيجي مع بعضها بتتفاعل ولا ما بتتفاعلش؟ التفاعل ده فرع وجود إيه؟ حياة بس مناسبة ليه، مش حياة زي بتاعتنا. تيجي مثلا أنت ترى المروة أو اللي بنسميه إحنا الزلط الناعم الأملس ده، أتجده على مقدار واحد؟ واحدة قد كده، واحدة قد كده، واحدة قد كده، وصغنى وصغنى وكبيرة. إيه دي؟ ده دليل على أن دي مراحل الزلطة. لو استمرت في بيئتها الطبيعية ومطامرها، أنا لا أشك أن الكبيرة دي حيجي يوم تتفتت وتبقى صغيرة 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 وتولد التاني ويقعد يكبر يكبر يكبر. لكن لما بنخرجه ونرمع السكة الحديد، خرج من إيه؟ خرج من بيئته. وإن كانت له صلاحية توجد، ما فيش حاجة عند ربنا تنتهي نفعها أبدا، يعمل لنفسه مهمة ثانية نبقى ناخد منه ونعمل الرمل ونعمل مش عارف إيه ويجي إيه، يبقى له مهمة إيه؟ مهمة ثانية، مهمة ثانية. يبقى إذا كل حاجة تكون على صفة تبقي لها صلاحياتها للمهمة يبقى فيها إيه؟ حياة. إحنا ما بنجيبش الكلام ده من عندنا، إحنا بنجيب الكلام ده بس بنقرأ القرآن بإمعان، نقرا القران بتدبر، نيجي نقول له تعالى ما الحياه قابلها في القران ماذا؟ لا الهلاك. هو الحياه عندنا الموت، انما الحياه بالدقه يقابلها الهلاك، بدليل ان ربنا قال ايه؟ ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك. يبقى الحياه مقابله للهلاك ولا لا؟ عال. يبقى افهم الحياه مقابله لايه؟ للهلاك. عال. يبقى الحي غير هالك مش كده، واللي هلك ما يبقاش حي. خلاص كده تفهمني؟ لا. يجي في الاخر اقول كل شيء بسور الكل، كل شيء هالك الا وجهه الله. كل شيء يعني هات اعلى الاجناس الانسان والملائكه والنباتات، هتبقى هلكه ولا لا؟ معنى كل شيء هالك يبقى النبات هيهلك. ما دام هيهلك بقى يوم القيامه يبقى كان مش هالك قبل كده، يبقى كان مش هالك، يبقى له حياة مناسبة له. خلاص. ومدام كل شيء، أليست الحجارة شيئا؟ طب هتدخل في الهلاك يوم القيامة ولا ما تدخلش؟ هتدخل. تبقى كانت قبل كده إيه؟ غير هالكة. والهلاك قلنا مقابله إيه؟
مقابله الحياه تبقى لها حياه. بس احنا انا عمالين بنفهم الحياه بس الحس والحركه الظاهره، مع ان دلوقتي اثبتوا ان الذره فيها عمليه جولان وعمليه دوران وعمليه الله، بس احنا اللي مش فاهمين. وبعدين ربنا يخلي الناس اللي بيشتغلوا في المعامل والعلم يفهمونا المسائل. انت لما تجيب المجهر كده وتحطه على ورقه من النباتات دي وتشوف الحجر والخلايا والعمليه اللي بتحصل فيها تقول ايه دي، ده حياه ارقى من حياتنا وادق من حياتنا. اذن فكل شيء له حياه، ايه، واياك ان تظن انك انت اللي تهلكها. يعني لما تجيب انت حته حجر وتدقها علشان او تحطها في الفرن علشان تعمل منها جير، اياك تقول انك انت اذهبت منها الحياه المناسبه لها. انت اذهبت منها حياتها كحجر صلب، وبعدين لما عملتها في الفرن ده وحطيت عليها شويه ميه بقت ايه، بقت جير، بقت لها حياه لتقوم بمهمات اخرى ما ينفعش فيها الحجر. يبقى تقعد المسائل تتسلسل كده الى ايه، الى ان يصير لكل شيء في الوجود حياه تناسبه، اللي هي الصفة اللي تجعله بقي فيه صلاحيته لمهمته. صلاحيته ايه؟ لمهمته. الصلاحية بقى للمهمة، شوف المهمة بتاع الحق بقى ايه شكلها. تبقى هي الحياة العليا بقى، يبقى هو الحي الاعلى ولا لا؟ وحي ما تسلبش منه الحياة لان ما حدش اداله الحياة. تبقى حياته ذاتية ولا لا؟ حياته ذاتية. يبقى ده الحي على اطلاقه، هو ده الحي بقى اللي يقال له ايه، حي. اللي يقال له حي. انما تقول لي على حي، هو في حي انما تقدر تنشد منه الحياه وتنتهي المساله. نقول الحي على اطلاقه هو مين؟ الله. هو الحق سبحانه ايه وتعالى.